السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم أناديكم. في مثل هذا اليوم رحل عنا أسر الشهداء، تحية عشق ووفاء لمن ضحى بحياته وقدم زهرة عمره من أجل الشرفاء. هو الرئيس الراحل ياسر عرفات أبو عمار رحمه الله. رحلت يا بطل لتسكن في القلوب والعقول والمقل، رحلت يا جبل وأنت توزع البسمة والقبل. بقدوم الذكرى 14 لرحيل القائد الرمز ياسر عرفات أبو عمار رحمه الله، الكل يفتقد هذا الرمز والأسطورة والتاريخ، وربما عوائل الأسرى اليوم يفتقدون الأب الروحي للحركة الأسيرة. من هذا المكان المتواضع في قدسية هذا المكان نتواجد في منزل الشهيد الرئيس الراحل ياسر عرفات، لكي نعلم ونعي العالم أكثر كيف كان يدرك قضية الأسرى. نتحدث اليوم عن قضية الأسرى في حياة الرئيس الراحل ياسر عرفات أبو عمار رحمه الله مع ضيفي الكريم الدكتور هشام عبد الرازق وزير الأسرى أسبق. أهلا وسهلا دكتور هشام. أهلا وسهلا بكم جميعا، ودعوني أرحب يعني بداية بكل الحضور الكريم، عوائل الأسرى والأسيرات المحررات، أهلا بكم جميعا. يعني بداية يعني دكتور هشام، يعني نفتقد اليوم أبو عمار، يعني ربما الصغير والكبير يفتقد هذه الروح، من كان الأب لنا الحاضن لنا في كل طريق لنا في حياتنا، وربما وبداخلنا مشاعر جياشة. نتحدث بداية عن قضية الأسرى، كيف كانت في حياة الرمز؟ يعني هذا يوم خاص في حياة الشعب الفلسطيني، ويوم مميز ويوم فارق، لأن ياسر عرفات لم يكن قائدا سياسيا ولا زعيم لشعب، بل كان أب لكل فلسطيني وكل فلسطينية. هذا الأب القائد الذي رحل، الشعب الفلسطيني يشعر باليتم بعد ياسر عرفات. الأسرى الفلسطينيون دائما وأبدا رأوا بياسر عرفات هو القائد والأب والمعلم والرمز لهذا الشعب وللقضية الفلسطينية. عندما نتحدث عن ياسر عرفات وقضية الأسرى، يدرك الجميع بأن قضية الأسرى هي قضية وطنية من الدرجة الأولى لدى كل الشعب الفلسطيني، ليس قضية يوجد عليها خلاف بين كافة الأطياف الفلسطينية، بالعكس هي قضية تجمع كل الفلسطينيين، الجميع يلتف حول هذه القضية الوطنية، الكل يدرك بأن هذه إحدى القضايا الوطنية الهامة والأساسية للشعب الفلسطيني. وقد أدرك الرئيس الراحل ياسر عرفات هذا الأمر، مما دفعه، ولأول مرة ربما في التاريخ يوجد شيء اسمه وزارة أسرى في أي سلطة وفي أي مكان في العالم، وبالتالي هو قام بإنشاء وزارة الأسرى أولا لإدراكه بأهمية هذه القضية ولتمسكه بها ولمعرفته بأن هذه القضية تهم كل الفلسطينيين، حتى تقوم هذه الوزارة على خدمة أهالي الأسرى والأسيرات، على متابعة قضاياهم سواء من تحرر منهم أو من بقي داخل السجن أو عائلاتهم. وفعلا في عام 1998 أسست وزارة الأسرى بدعم وتأييد وموافقة ومباركة ومرسوم رئاسي وقعه الرئيس الراحل ياسر عرفات، لتنشأ هذه المؤسسة الوطنية التي كانت عنوان لكل أهالي الأسرى في كل أنحاء الوطن في
في داخل بالتأكيد فلسطين. ربما كانت الإنجاز الوطني الحقيقي لتكون مؤسسة يعني تلم بكل هموم الأسرى وأيضا بعوائلهم. ربما من بعد يعني إنشاء وزارة الأسرى تم إنشاء يعني راتب مخصص للأسرى ذويهم، كيف يعني صار بالتدريج الأمور بمسحقات كل الأسرى؟ منذ انطلاقة الثورة أدركت القيادة وعلى في مقدمتها الأخ ياسر عرفات أدركت أهمية قضية الأسرى والشهداء والجرحى، وبالتالي أنشئت المؤسسة وهي من المؤسسات الأولى لحركة فتح، ثم المؤسسة الأولى لمنظمة التحرير الفلسطينية لترعى شؤون الشهداء والأسرى والجرحى، وبالتالي الاهتمام بهذه القضية وبعوائلهم هي منذ انطلاقة الثورة، ولكن تعزز هذا الأمر سياسيا أمام العالم في عام 98 بعد قدوم السلطة عام 94 وتجسيدها على الأرض الفلسطينية. تم إقامة الوزارة التي أكملت عمل المؤسسة لتفصل قضية الأسرى ولتجعلها خاصة مميزة لها مكانتها الخاصة لإدراك بأن هذه القضية قضية حساسة لم تنتهي بتوقيع اتفاق المرحلة الانتقالية غزة أريحة، وبالتالي لابد من متابعتها ونحن نرى كيف تطورت هذه القضية. وبالتالي موضوع صرف رواتب للأسرى، صحيح بأن هذه الرواتب كانت تصرف في السابق عبر المؤسسة، ولكن كان الانتقال النوعي في هذه القضية من قبل الرئيس ياسر عرفات عندما اتخذ قرار باعتبار كل الأسرى داخل السجون الإسرائيلية هم جنود. وهنا يحضر معنا بعض الأخوات اللواتي حضرنا هذا الاجتماع مع الرئيس ياسر عرفات، ومن هنا الأخت أم إبراهيم وأخريات من الأخوات المناضلات اللواتي كان أدوات نضال حقيقي في النضال من أجل حقوق الأسرى في داخل السجون الإسرائيلية، فاعتبر منذ ذلك الوقت واعتمد أسرانا في داخل السجون كجنود في الثورة الفلسطينية واعتمد راتب لهم كجندي، ثم تطور هذا الأمر لاحقا ليأخذ سلم رواتب لأسرانا في داخل السجون يعتمد على معايير محددة وضعتها وزارة الأسرى، وصدق عليها أيضا من الأخ الرئيس أبو مازن عندما كان رئيسا للوزراء عام 2003 لتوضع قضية الأسرى والاهتمام بأهلهم موضع حقيقي وجدي، عمل نقلة نوعية في حياة أهالي الأسرى وعائلاتهم من خلال ما يتم تقديمه لهم من حق لهم على السلطة الوطنية الفلسطينية. ويأتي ذلك أيضا يعني بإيمانا منهم بقاد هذه القضية بأن هذه القضية عادلة بالحقوق أيضا للأسرى ولعوائلهم. ما بعد هذا الإنجازات أيضا التاريخ لن ينكر إنجازات أبو عمار تجاه الأسرى بالصفقات التي تمت لتحرر عدد كبير من الأسرى، لو نتحدث عن هذا الجانب. ربما منذ انطلاقة الثورة الكل يدرك اهتمام كل الفصائل الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية بموضوع الأسرى وموضوع تحريرهم، وكانت هناك عدة صفقات مع الاحتلال خلال الفترات الماضية، وكانت الصفقة الأولى عام 71 بإخراج الأسير الأول محمود بكر حجازي مقابل إحدى المستوطنين الإسرائيليين، وتوالت بعد ذلك بعمليات أيضا تبادل تمت بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وكانت هناك صفقات معروفة عام 79 كان هناك صفقة، عام 83 كانت هناك صفقة، عام 85 كانت هناك صفقة أيضا. وربما أحيانا ينسى البعض عملية إطلاق سراح أنصار واحد في جنوب لبنان، تم إطلاق سراح 5000 فلسطيني ولبناني كانوا محتجزين لدى إسرائيل بعد عدوانها على لبنان عام 82، وبهذه الصفقة تم إطلاق كما قلت 5000 أسير فلسطيني ولبناني من الأسرى الموجودين في أنصار، وأيضا كان هناك إطلاق سراح أيضا دفعة أخرى عام 85 بإطلاق سراح حوالي
1000 من الأسرى الفلسطينيين القدماء، والتي اعتبرت هذه هي البداية لخلق وجعل الانتفاضة الفلسطينية الأولى لتقودها هذه الثلة المناضلة من الذين تم الإفراج عنهم عام 85 في عملية الإفراج التي تمت مع الجبهة الشعبية القيادة العامة في ذلك الوقت. ثم جاءت أوسلو واتفاق القاهرة، ويذكر الجميع بأنه عندما تم توقيع اتفاق أوسلو كان في داخل السجون الإسرائيلية أكثر من 12500 أسير وأسيرة فلسطينيين وعرب داخل السجون الإسرائيلية. في اللحظة الأولى التي تم توقيع فيها اتفاق القاهرة في شهر 5/94 تم الإفراج عن 5000 أسير وأسيرة فلسطينيين من داخل السجون الإسرائيلية. ثم بعد ذلك توالت عملية الإفراجات، هذه الإفراجات التي استمرت حتى عام 2000. نتاج هذه الإفراجات كان ما تبقى حتى عام 2000 في داخل السجون الإسرائيلية 1650 أسير من 12500 الذين كانوا موجودين. وتم أيضا الإفراج بعد ذلك عبر 4 صفقات نفذت إسرائيل منها 3 صفقات قبل حوالي 4 أعوام، وامتنعت عن تنفيذ الصفقة الرابعة التي كان بها الجزء الأكبر المتبقي من الأسرى الذين تبقوا قبل عام 94 في داخل السجون يعني الإسرائيلي. في ظل هذه الإنجازات، ويعني لا أحد ينكر ماذا قدم أبو عمار، إنه مسيرة النضال مستمرة باقية تجاه الأسرى، تجاه هذه القضية يعني، لكن هناك ربما المعيقات، التحديات التي تحداها الرئيس من ظروف، من سياسات الاحتلال، الإجراءات القمعية، كيف كان الأساليب في التعامل مع الرئيس أبو عمار؟ يعني أنا كنت ضمن الوفد الفلسطيني المفاوض منذ عام 94 قبل اتفاق القاهرة وما بعد اتفاق القاهرة حتى عام 2000 وما بعد ذلك، وأنا عضو في الوفد الفلسطيني المفاوض وخاصة في موضوع الأسرى. والذي كان مراقب وشاهد على ما كان يدور في هذه المفاوضات في كل الموضوعات، سواء كان ذلك في اتفاق طابة عام 95 أو كان ذلك في اتفاق الخليل أو كان ذلك في اتفاق واي ريفر أو في اتفاق شرم الشيخ عام 99، كل هذه الاتفاقات كانت تنتهي بالإفراج عن دفعات من الأسرى، حيث كان يصر ياسر عرفات على أن هذا الموضوع موضوع أساسي ولا بد أن يكون في كل صفقة وفي كل اتفاق يتضمن إفراج عن عدد من الأسرى حتى يتم إنهاء هذا الملف. يعني كانت تحدث هناك مفاوضات نهائي، ولكن بنتائج جدية من خلال هذه المفاوضات؟ بالتأكيد المفاوضات هي كانت العامل المساعد الأول في عملية الإفراج عن الأسرى من عام 94 حتى عام 2000، وهناك العديد من الإخوة والأخوات الذين تم الإفراج عنهم. ويذكر البعض عام 98 تم الإفراج عن كل الأسيرات الفلسطينيات، لم يبقى في داخل السجون الإسرائيلي أي أسيرة من الأسيرات الفلسطينيات بعد موقف من الأخ أبو عمار وتمسكه بإنهاء هذه الموضوع. وبالتالي الذي كان ينظر لياسر عرفات، وربما أنا من الذين شاهدوا ياسر عرفات كيف كنت تشعر وأنت تجلس معه وفي إطار المفاوضات بأنه هو الرجل القوي، هو الرجل الذي يملك القوة، قوة الحق. هو لا يملك لا الذرة الإسرائيلية ولا يملك السلاح والعتاد التي تملكه إسرائيل، ولكن في المفاوضات كنت تشعر بأنه هو الأقوى من خلال هو الأقوى. وعندما كان تصل الأمور إلى طريق مسدود كان ليس لديه مانع أن يوقف المفاوضات، وحصلت أكثر من مرة بإيقافه المفاوضات حتى يستطيع أن يحقق ما يرغب وما يريد في إطار الممكن أيضا خلال الفترة السابقة. وبالتالي ياسر عرفات في مفاوضاته كان الرجل القوي بحقه وبحق الشعب الفلسطيني وإيمانه بشعبه وإيمانه بقضيته، هو الذي يعطيه كل هذه
القوة خلال نعم. مرحلة أيضا الفوضى. لو أردنا التحدث يعني من خلال قربك من أبو عمار، جمعتك لقاءات معا، ربما يعني ما نعرفه عن أبو عمار أنه الشخصية الشعبية القريبة من الناس، يتجلى بكل إنسانية. لو بدنا نعرف أكثر عن شخصية أبو عمار تجاه عوائل الأسرى والشهداء، ربما يذكرون أهل أسرى الذين يجلسون هنا. نعم. في عدة لقاءات جمعتهم بأبو عمار كنت أرتبها لهم، ويعني من إحدى هذه اللقاءات البارزة سأذكر يعني حدثين. الحدث الأول عند اجتماعنا الأول به لطرح موضوعة اعتبار الأسرى جنود، وكان هذا اللقاء ربما في بدايته موقع يعني لقاء صعب، ولكن ما أن انتهى هذا اللقاء إلا ورأينا أهل الأسرى يقبلون ياسر عرفات، وياسر عرفات يقبلهم ويحقق ما يريدون. الموقف الآخر الذي أريد أن أذكره بلقائه عندما أجا الرئيس الأمريكي كلينتون عام 98 إلى هنا، أصر ياسر عرفات أن يلتقي بأهالي الأسرى وببنات الأسرى، وهنا ربما تجد صور مع البعض عندما التقى الرئيس الأمريكي آنذاك بهؤلاء الأسرى. هذا يدلل كم كانت قضية الأسرى ترسخ عميقا في قلب ياسر عرفات، لأنه يرى في ياسر عرفات هذا كان شعوره. حتى الذين كانوا يخاصمونه لم يكن يخرجوا من عند ياسر عرفات إلا بعد أن يصالحهم ياسر عرفات، وهو الذي يبدأ بمصالحتهم. وبالتالي ياسر عرفات هو أب للكل الفلسطيني، لم يرى أي فلسطيني نفسه بعيدا عن ياسر عرفات. حتى خصومه عندما كان يتخاصمون معه كان يشعرون بالقرب منه ويشعرون بالاحترام له رغم خصومتهم له السياسية ورغم معارضتهم له. نعم. السياسية. إذن يا سيدي هشام عبد الرازق، مسيرة طويلة من النضال لحياة أبو عمار ربما تستدعي حلقات وأكثر، لن توفي قدر عطاءاته ونضالته. تحدثت بالجانب التاريخي والإنساني لمواقف لحياة أبو عمار. أشكرك جزيل الشكر هشام عبد الرازق وزير الأسرى الأسبق، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، نستقبل معكم وأصر على التواجد معنا وفاء لروح أبو عمار بتواجد فرقة شمس الكرامة لتقدم هذه الوصلة الفنية. إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم. I'm gonna make it.
عدنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامجكم أناديكم، بالعودة للحضور الكريم من أمهات الأسرى والأسيرات المحررات. يعني نتواجد اليوم في منزل الرئيس الراحل ياسر عرفات أبو عمار رحمه الله. يعني اليوم من عايش هذه الفترة، يعني فترة الراحل أبو عمار، معي أحمد حرز زوجة الأسير المحرر نافذ حرز. يعطيك العافية. الله يعافيك. يعني أم أحمد، ربما تتذكري اليوم موقف لأبو عمار، شو اليوم حابة تذكرينا من مواقفه الإنسانية؟ أبو عمار رئيسنا الخالد في قلوبنا، قلوب الشعب الفلسطيني. أبو عمار كان يعني قضية الأسرة هي دائما في كل المحافل كان يحكي الأسرة، لازم زوجات الأسرة وأبناء الأسرة يعيشوا بكرامة، بنت يتعلموا يعني يخلصوا جامعاتهم، إعفائهم من الرسوم الجامعية حتى من الصف الأول حتى الجامعة. أبو عمار أصر إنه أبناء الأسرة يتعلموا معافين حتى يخفف العبء عن زوجة الأسير من المصروف الزيادة يعني عنها. أبو عمار كان يتمنى كل القضية الفلسطينية، مش أبناء الأسرة، أبو عمار تمنى كل الشعب الفلسطيني كان متمني أبو عمار، لأن أبو عمار كان هو الأب الحنون للشعب الفلسطيني كله، للصغير والكبير الكل بيحلف في حياة أبو عمار. يعني إحنا بنعلم أولادنا، قاعدين أولادي أولادنا، إنه كيف أبو عمار كان يعني عامل الشعب الفلسطيني، كيف القضية الفلسطينية، حتى نضل ذكراه خالدة في قلب الصغير والكبير حتى يعني نموت. يعني ما حد بيقدر يعني ينكر إنه صورة أبو عمار فعلا موجودة في كل صغير او كبير، لكن انه احنا حابين انه نعرف منك اكثر، انه في لقاء جمعك مع ابو عمار مع بعض الاخوات، حتى كان انه تطلبوا بعض المطالب، كيف كان استقباله لكم؟ طبعا ابو عمار يعني كان كثير كل ما يطلبوا اهالي الاسرى انه بيقابلوا ابو عمار، كان دغري الرد سريع لهم انه اليوم لازم يعني يقابلوه. كان ابو عمار يعني لما احنا كنا ناخذ 70 دينار المتزوج من الراتب ما كانت تكفينا 70 دينار، وكنا بعدين عن الشؤون الاجتماعيه، فقال للسيد الرئيس: يا سيد الرئيس، هل يرضيك زوجات الأسرة يكونوا في الشؤون الاجتماعية مثل الحالات الاجتماعية الثانية؟ فقال: لا، زوجات الأسرة لازم يكونوا معززين مكرمين. فلذلك رواتب الأسرة اعتمدهم أبو عمار كراتب جندي عسكري، يقاضى زوجة الأسير أو أم الأسير تقاضى راتبه العسكري، يعني مش من الشؤون الاجتماعية. فصارنا يعني إحنا ناخد راتب زي راتب عسكري زي أي جندي، أي يعني محترم، مش عن طريق الشؤون الاجتماعية. وطلبوا بعدين، وطلبوا المطلب الثاني اللي هم انه لا، ابناء الاسره يتعلموا على حساب ابو عمار. فتعلم برضه، هذا كان رد لابو عمار من دون مضى على الكتاب، وطبعا يعني وافق كان عليه. وكمان في كمان عفاهم من رسوم الكهرباء والميه، كمان كان هذا مطلب لاهل الاسره، وبرضه كان هذا موفق يعني وافق عليه وما ضالهم عليه، وصار يتعافى 100 شيكل كمان ينزل من رسوم الكهرباء. ام احمد، يعني سماحوا لهي المطالب، اكيد انتم كامهات وزوجات اسرى يعني يمكن فجأة انه تم تحقيق لكم هاي المطالب، اكيد انه شعرتم نوعا ما من اصعاب في تحقيق هاي مطالبكم. ما بعد يعني هاللقاء كان ردود فعلكم كعوائل اسرى؟ كنا فرحانين كثير في هذا المطالب اللي لباها لنا الرئيس، وعشان هيك كان زاد حبه، يعني احنا بنحب ابو عمار طول عمره، خلت في قلوبه محبته لنا زادت، يعني انه يعني احنا ابو عمار مش نسينا، يعني ما همشش قضيتنا، يعني قضيه الاسره خالده في قلبه، يعني ما دام انه بيعمل هذه الاشياء لهذه الاسره، يعني انه محترم هذه القضيه،
يعني حتى اليوم اللي بده ينادي يقول في اولاد يعني ورايا حيكونوا مش حيضيعوا ورايا يعني حيلاقوا اب حنون لهم اللي احتضنهم. لذلك احنا اولادنا احتضنهم من الرئيس ابو عمار من كل حاجه يعني من تعليمهم من كل شيء كان هو يعني الاب الحنون لهم. وابو عمار ان شاء الله الله يرحم ابو عمار وان شاء الله ابو عمار مثل الجمل الجبل الشامخ دائما ابو عمار. ابو عمار هو يعني ايش بدنا نقول عنه مهما حكينا ومهما قلنا عن ابو عمار ما بنوفيه اللي عمله. اكيد شكرا كثير لك ام احمد حرز زوجة الاسيرة المحرر نافس حرز. خلينا نكمل مع ام ضياء الاغا ام عميدة الاسرى قدم في قطاع غزة. ام ضياء اهلا وسهلا فيك يعطيك العافية. اهلا فيك. يعني ام ضياء يعني الكل يذكر ابو عمار هذه الشخصية الاسطورة فعلا يعني الاسير الجريح الشهيد يعني ثلاثية الصمود تجتمع في غزة لتقول ابو عمار لن ننسى. وأنتم كعوائل أسرى ربما اليوم هناك رسالة وفاء لهذه الروح. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو عمار كان الأب الحنون لكل الشعب الفلسطيني حتى مع اللي كان يختلفوا معاه كان هو معاهم وصالحهم ويكون يعني مع الشعب الفلسطيني كله. أبو عمار عمره ما حد بعت له كتاب إلا يساعده. أبو عمار ساعد الكل يعني بعد ما كنا على الشؤون الاجتماعية زي ما قالت أختي صرنا نتلقى رواتبنا من بنوك موظفين عاديين. أبو عمار كان يقول خيط أبنائي من خيط أبنائي في السجون الإسرائيلية. أبو عمار هو اللي أسس أصلا هو القضية هو الشعب. أبو عمار هو كل شيء كان إنا بالنسبة إنا يعني فيش حد حيخلف أبو عمار حتى اللي ما شاف أبو عمار أولادنا وأحفادنا اللي بيجي اللي بدنا نحكي له على أبو عمار حب أبو عمار وسيحط حتى أبو عمار وسيحط صورة أبو عمار ودم والكل بده صورته في البيت. أبو عمار ما فيش يعني واحد زيه. إحنا قبل ما تبكي عنينا نزفت قلوبنا عليه ويوم كاستشهاد وكان خبر فاجع بالنسبة لنا. يعني أنا بتذكر كنت أنا في أزور ولادي اثنين وأيامها كان الجنوب مسكر أبو هودي مسكر ورجعونا في الهلال انبات عبال ما يفتح اللي الحاجز. سمعت واحد وانا في الغرفة جاي ما اتوضى بقول له استشهد ابو عمار يعني اكد على وفاته. انا حسيت لكل الاكسجين وكل الدنيا راحت فيا نقلونا على مستشفى القدس لحتى هذا ما بنسى اليوم صاروا يعملوا لي كمادات وصاروا يعملوا لي للهواء الاكسجين ويدوني ابر. لما اجيت بدي اروح من المستشفى الهلال قعدت على الدرج ما لقيت للسيارات كانت غمامة سوداء كل غزة غمامة. كنت اتمنى ان يلفوا في ابو عمار في غزة نودعه بس نطلع في الطيارة اللي هو حاطين فيها ان يودع غزة اللي اجي اول ما اجي على غزة. يعني فيش واحد زي ابو عمار الله يرحمه قلوبنا بتنزف عليه دم وعيوننا بتبكي وفي ذكر هذا خالد في قلوبنا. يعني هو خالد في قلوبنا لم ننسى ابو عمار للابد طول ما احنا حيين وحنعلمها لاولادنا ونعلمها لاحفادنا ايش كان ابو عمار. الله الف رحمه تنزل عليه. الف رحمه فعلا. يعني ام ضياء الاغا يعني فعلا مشاعر حقيقيه نقدر هذه المشاعر. يعني كم هو صعب يوم سماع نبأ رحيل ابو عمار. شكرا جزيلا لك يا ام ضياء الاغا. ننتقل الان لام ابراهيم بارود ام الاسير المحرر أم إبراهيم بارود. أم إبراهيم بارود يعطيك العافية. الله يعافيك. أنا أم إبراهيم جمعك لقاء مع أبو عمار أنت والأخوات. يعني كيف كان هذا اللقاء؟ يعني ربما يعني تذكرين هذا اللقاء بتفاصيله. بسم الله الرحمن الرحيم. والله لقاء رائع كان. يعني لقاء كان يعني مبارك وعلى هالأسرة كان لأن الأسير كان يأخذ 300 شيكل العزب والمتجوز ياخذ 500 شيكل. فاحنا مرقنا يعني ما مرقناش انه نطالب يعني في رواتب. مرقنا عليه وقلنا له يا حضرة الرئيس ايش من بعد اتفاقية اوسلو للأسرة. فحكى قال والله يا خواتي خلناها لحسن النية. انا وقفت حيلي واحنا قاعدين يعني مع بعضنا على الطاولة وقفت حيلي قلت له يا حضرة الرئيس بتترك أبطالك لحسن نية إسرائيل اللي جادلت النبي هذول أبطال إلك في نفحة وفي عزقلان وفي السبع وفي الرملة وفي كل السجون تتركهم لحسن نية إسرائيل اللي جادلت النبي. قال والله يا خواتي هي اللي صار. قلنا له مازال أنت بتقول هي اللي صار. إحنا بأخذوا الأسرة 300 شيكل العزب والمتجوز 500 شيكل قيمهن هذولا بالعميد والعقيد اللي بقبضه.
هذولا ومن وين بناخذهن؟ بناخذهن من عند الشؤون الاجتماعية. الشؤون الاجتماعية هذه للأرامل، للأيتام، للمرضى، للعيانين، بس هذولا أبطال يا حضرة الرئيس. إيش ما نقول له يعني نطلب؟ يقول لك أنا فاني، كان واقف يقول له سجل يا كان فاني. بعدين حكنا له يا حضرة الرئيس بنقبضهن 300 شيكل. من وين بنروح نقبضهن؟ من عند الشؤون الاجتماعية. هذا يعني عار عنا نروح نقبض من عند الشؤون الاجتماعية راتب الأسير البطل، نروح نقبض هذا نقبضهن من عند الشؤون الاجتماعية. فقال برضو سجل يا كنفان. قلنا له احنا مكان وين بقبض العسكري بده يقبض أسيرنا، احنا ما احنا رايحين ولا وصلين الشؤون الاجتماعية. قال ماشي يا اخواتي سجلوا. فقلنا له يا حضرة الرئيس بدنا اعفة عن الجامعات، من الجامعات لأبناء الأسرة، لزوجات الأسرة، برضو هذا سجلوا. قلنا يعني طلبنا مطالب، كل مطالبنا اللي طلبناهن كلها لباهن إلنا، ولحتى الآن مشيات. بس قعدنا سنة وإحنا ونروح على المجلس التشريعي ونجتمع إحنا وياهم. لما أقر المجلس التشريعي سنة قعدنا وإحنا يوم نطلع. ولما برضو كتب الكتابة هذه إنه بالنسبة للكهرباء وللمية كمان طلبناها، فطلعنا ركبنا سيارات وطلعنا إحنا واللي كانوا معانا وطلعنا على الجامعات، فرينا كل الجامعات وكلهم. أول ما رحنا إلا غير على عون الشو الله يرحمه. نعم. يعني أم إبراهيم بارود، يعني بخلاصة كل هذا الحديث أنه تم تحقيق مطالبكم، أنه الرئيس استقبلكم في مكتبه، طرحتم أكثر من موضوع وتم السماح له. هذه الإنجازات التي حققت في عهد أبو عمار، ما بعد هاي الإنجازات؟ يعني اليوم نذكر أبو عمار ووفاء لروحه الطاهرة، رسالة أم أسير محرر أم إبراهيم بارود، ماذا تقولين اليوم؟ والله أنا بترحم عليه، ودائما بقرا له الفاتحة. ويعني كان أنا قلتها مرات كثير، قلت ما كذبش علينا ويقول لنا يعني يغير كلام، ما غيرش معانا ولا هالطولي. إيش اللي صار حكى لنا إياه بالنسبة لاتفاقية أوسلو، بالنسبة للأسرة، بالنسبة لرواتبهم، رواتبهم كيف يعني كيف كانت وكيف صارت، يعني حقهم، احنا طلبنا حقوقهم. اكيد طلبنا يعني حقوقهم وكلها حصلنا عليها. بس أكيد. سنة بأمها وأبوها وأنا وأم جبر وشاح وإحنا نجري. أم إبراهيم بشكرك جزيل الشكر، يعطيك العافية. لكان قلنا جيبوها، بس أم جبر وشاح على الووكر، وكان يعني حكت كمان. أم إبراهيم بارود يعطيك ألف عافية. الله يعطيكي الفرصة لبعض الأخوات. الله يرحمه ويخلده في جناين النعيم، وينور عليه قبره الرئيس ياسر عرفات، ويجعل قبره إن شاء الله روضة من روضات الجنة. لأنه يعني الحمد لله إنه طلبنا كل مطالب حقوق الأسرة حققناها الحمد لله. شكرا أم إبراهيم بارود. ننتقل الآن للأسيرة المحررة الدكتورة مريم أبو دقة، عضو مكتب سياسة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. يعني دكتورة مريم، الجميع يشهد بمواقف إنسانية لروح أبو عمار، وأنتم كأسيرات أيضا كان يذكر مدى قيمة ومكانة الأسيرة داخل السجون، يعني قوة وصمود المرأة الفلسطينية. كيف كنتم تجدون الدور بتعزيز يعني الرئيس الراحل أبو عمار لكم؟ يعني أولا عاشت الذكرى، وأنا بالنسبة لي شخصيا بعتبر الرئيس ياسر عرفات وجورج حبش والشقاقي وأحمد ياسين، هؤلاء رحلوا في رحلة وسيعودوا، بعتبرهمش ذهبوا يعني ماتوا لسبب واحد. السبب الرئيسي بقولش أسطورة أبو عمار، لأنه الأسطورة خيال وأنا برفض أن يكون أسطورة. الرئيس ياسر عرفات مارس دوره كقائد للثورة، ثورة أعظم ثورة في التاريخ وأنبلها
وبالتالي هو مارس دوره بحق مع اللي مختلف معهم واللي متفق معهم، وشكل هذا النموذج اللي مفترض الآن مش نحكي بالمعنى الشمولي، لا، إذا كنا أوفياء لسلوك أبو عمار كقائد وطني وثوري علينا أن نتذكر أهم الملامح والسمات لياسر عرفات ورفاق دربه كل الشهداء السابقين. أولا كان الوحدة الوطنية هاجسه، رغم إحنا في الجبهة الشعبية اختلفنا معه كثيرا لكن ما اختلفناش عليه، وكل يعني قيادات أو الفصائل لا كان دائما حريص أنه هذا البيت اللي اسمه منظمة التحرير أن يبقى تحت سقفه كل الخلافات اللي فيها اجتهادات صح أو خطأ ولكن بالأخير للمشروع الوطني الفلسطيني. ثانيا كان في ميزة مهمة للرئيس ياسر عرفات، ميزته أنه المرأة الفلسطينية التقط أنه المرأة الفلسطينية ذخيرة وشيء مهم جدا بمشاركتها عبر التاريخ بكل الأدوار اللي كانت تقوم فيها، وأهمها في الثورة الفلسطينية المعاصرة كانت هي شريك في الدم في العطاء كشهيدة وأسيرة وأم شهيد وأم أسير، مش بالعدد لا بالنوع وبالكم وبالتضحيات. فكان سند رئيسي، أنا ما بنسى أنه كان في مؤتمرات للاتحاد العام للمرأة الفلسطيني كان يقطع زيارات ويجي يحضر معنا ويحكي معنا، برضو كانت في لقاءات مستمرة بيننا وبينه، هذا بالمعنى النسوي. كان يحترم المرأة وبشكل خاص المرأة الأسيرة كمناضلة جدعة بطلة، عرفتي كيف؟ ودائما في تكريم إلا 8 أذار في مناسبات محددة، لكن مش التمييز اللي فقط ديكور للمرأة. طبعا المرأة أثبتت وجودها أمام هذه القيادة التاريخية ولكن التقطت. الآن إحنا بنقول يعني العامل الذاتي هو الأساس، لكن كمان الحاضنة مهمة جدا. ياسر عرفات لما كان يمشي بسياراته بموكب بسيط جدا، وطبعا احنا في بيته اليوم وشايفين البيت شو بيعني، يعني افقر واحد في الشعب الفلسطيني ممكن يملك هذا البيت، لكن هذا السلوك بيعبر عن قائد ثورة. الآن كانت موكبه سيارتين ثلاثة، كنا نضج ونقول سكر الطريق. تصوروا الآن واحد بسموه قائد، اي واحد بكين 30 سيارة وشعبنا جوعان وبنئذي. كان جورج حبش يدخل على المخيم معه سيارة ما يدخلش فيها ويجي يسألنا انأذت الناس من وجود السيارة على مجارف المخيم؟ تصوروا هذه قيادتنا كانت. والآن انا بقول احنا علينا ان نعيد وفائنا لهؤلاء القادة ومنهم وعلى رأسهم الرفيق الرئيس ياسر عرفات. الوحدة الوطنية بدناش بس نحكي فيها شعارات، بدنا نمارسها. لو في هاي القعدة اللي احنا قاعدينه في اي مجال، عمره ياسر عرفات ما سأل واحد انت من اي تنظيم؟ كان يحترم الانسان هو لدوره بغض النظر عن اي فصيل ينتمي له، بقولش هاي من فتح جبوها او يعني هذا التنظيم مثلا. دكتورة مريم يعني اظنيني للمقاطعة ان دي فرصة للجميع، يعني بمختلف الحضور اليوم مختلف الفصائل الفلسطينية، كل التحية لكل اسيرة فلسطينية. انا بس بدي اقول اليوم علينا أن نتمسك بهذه السمات، وحدتنا الوطنية إحنا نجسدها، التواضع، شعور بشعور الناس. إحنا في ثورة، ما زلنا ما حدش يصدق حاله صار وزير ولا أمير. لما تتحرر فلسطين إحنا بنكون محررين، حتى اللحظة إحنا ما زلنا أسرى الاحتلال. تحية لروح الرئيس أبو عمار ولجورج حبش وفتح الشقاقي وأحمد ياسين وكل يعني شهدائنا وشهداء الوطن وأكيد النصر. شكرا جزيلا لك المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. ننتقل للأسيرة المحررة نهلة البايض. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا نهلة حافظ البايض، أول أسيرة محررة في فلسطين. تم اعتقالي 3 مرات متتالية في عهد الاحتلال الإسرائيلي. أول اعتقال سنة 1968 كان قائدي في حينها عبد القادر أبو الفحم، أول شهيد بالحركة الأسيرة، وقائدي العظيم زياد الحسيني والقائد حسين الخطيب. نعم. يعني طبعا أنا بفتخر أن نعم. قائد عبد القادر أبو الفحم أول شهيد بالحركة الأسيرة. ثاني اعتقال، يعني نقدر سيرتك البطولية لكل أسيرة فلسطينية، يعني نريد منك الآن رسالة يعني وفاء للروح الرمز ياسر عرفات رحمه.
فأنا اليوم هنا في بيت الرئيس الرمز ياسر عرفات في ذكرى استشهاده 14. طبعا احنا كفلسطينيين كلنا في فلسطين وبالشتات كلنا بنحيي ذكرى الرئيس ياسر عرفات، لانه هو القائد اللي اظهر القضية الفلسطينية وكان اول مؤسس ورفع اسم فلسطين من الكويت، بدأ في تنظيم الاسم الفلسطيني ورفع البيت الفلسطيني. وكمان ما بننسى انه اعلن استقلال الدولة الفلسطينية في 15/11، يعني تقريبا في خلال الأسبوع، فكان هو القائد الأعظم الجريء اللي وضح القضية الفلسطينية، وكان كمان إنسان حنون. وما بنسى أنا لما قابلته في أول إضراب للأسيرات في السجون الإسرائيلية، رحنا على بيته نجيبه يشارك معنا بالصليب الأحمر، فنزل تعرف علينا كقائدات. لما أنا ذكرت له اسمي ما بنسى تواضعه الكبير لما صار يقبل بإيدي التنتين وركع على الأرض. يعني هذا المنظر أنا ذكرت، يعني شعرت أنه أب حنون إلي. فالضباط اللي حواليه قالوا لي ليش ركع الرئيس؟ قلت لهم لما عرف ان انا نهلة البيض اول اسيرة فلسطينية، فهذا من كثر تواضع. يعني احنا اليوم بنقدرش 100 باب مسكر على المسؤول البسيط، لكن ابو عمار كان فاتح بيته لكل انسان فلسطيني. يعني استاذة نهلة البيض كاسيرة محررة، اشكرك جزيل الشكر على ذكرك لهذا المشهد الوطني والانساني تجاه الاسيرات. يعني بالفعل مشاهدينا الكرام، اليوم ايضا تقرب الاسيرات من منزل الشهيد الراحل ياسر عرفات، وفي هذا التكريم يعني معي أيضا ننتقل للأسيرة المحررة نفوذ الفرة. الأسيرة المحررة نفوذ الفرة، أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. يعني اليوم الأسيرة الفلسطينية تكرم في منزل الشهيد الرئيس الراحل ياسر عرفات، ربما هذا التكريم ينوم لكم بالكثير من الدلالات وأنتم اليوم في منزله. بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثوا أخواتي أمهات الأسرى والأسيرات المحررات، ولكن السيد الرئيس الرمز الراحل لا يسعني إلا أن أقول له: أنت حي فينا، أنت العائش في صدورنا وعقولنا وأفكارنا، إنه المدرسة الثورية الفكرية النضالية الإنسانية. سأذكر شيء ما في دمشق حصل في حياة الرئيس دليل إنسانيته لكل فلسطيني. بعد خروجنا من حرب بيروت والاجتياح، تحول العديد من الفلسطينيين إلى دمشق مهجرين، وأنا عضو في لجنة المهجرين في دمشق. ذهبت إليه أسأله: سيدي الرئيس، إن هناك العديد من الناس الفلسطينيين وغير الفلسطينيين يأتوا لتلقي المساعدات، فكيف نستطيع أن نوزع ذلك؟ سألني سؤال: بنتي، ماذا مكتوب على الكرتونة المعونات الفلسطينية الواصلة من دول الخليج وغيره؟ فقلت له: إعانات إنسانية. قال لي: ماذا؟ قلت: إعانات إنسانية. قال: يعني لكل إنسان بحاجة لهذه الإعانات. ماذا يعني ذلك؟ إن هذا الإنسان هو الإنسان لكل الناس وليس لفلسطيني فقط. نعم، إنه فلسطيني حر لكل أحرار العالم وليس لفلسطين فقط. ألا يكفي ذلك معنى الإنسانية في حياة الشهيد الرمز أبو عمار؟ إننا مهما نتكلم ومهما نتحدث لنا في هذا الرمز الشهيد القائد حقه في عطاءه، في فكره، في ثوريته، في نضاله. سنبقى الأوفياء لدمه، سنبقى الأوفياء لتحرير وطننا من أجل الهدف الذي استشهد من أجله. بالفعل أستاذة النفوذ، يعني صدقت بهذه المشاعر والمواقف الإنسانية. شكرا لك يا الأسيرة المحررة نفوذ الفرة. الأسيرة المحررة نعان حجازي. الأسيرة المحررة أنا أبو الكاس. موجودة؟ هاي أختي. الأسيرة المحررة آمنة حافظ الدحدوح.
كل من كانت معتقلة ما كناش مولودين. الأسيرة المحررة التي أنجبت طفلة اسمها حنين في سجون الاحتلال أميمة موسى الأغا. الأسيرة المحررة جميلة دحدوح. رحمها الله. الأسيرة المحررة جميلة الضاني. جواهر أبو طير. أسيرة المحررة جواهر أبو طير. حرب أبو سلم. حرية الشرف. حرب أبو سلم وحرية الشرف. الأسيرة المحررة خديجة عبد الشافي. خديجة موجودة؟ ختام عبد العال. الأسيرة المحررة ختام عبد العال. خديجة. فارس أحمد. الأسيرة المحررة خديجة فارس أحمد. الأسيرة المحررة خلود السرفندي. الأسيرة المحررة دلال أبو قمر. دلال أبو قمر. دعاء الجيوسي. دلال ودعاء مش راضي أبو الكاس. رحاب السالمي. نعتز لأخت رحاب السالمي. كل التحية إليك لأخت الشهيد البطل رفيق السالمي. تفضلي. رحيمة سلمان أبو شمالة. رحيمة أبو شمالة. الأسيرة المحررة رسميا للداوي. رسميا للداوي أنا شفتها موجودة. كل التحية للأسيرة المحررة رسميا للداوي من رفح قلعة الجنوب. الأسيرة المحررة روضة حديقة. روضة حديقة. رفقة نصار. ايش اسمه؟ روضة حبيب. رفقة نصار. موجودة بينفع لنا بدالها؟ بدال تنفع. اليوم كل شيء بينفع. ربع وجودي. ريا رجودي. زعل عساف. الأسيرة المحررة زعل عساف. زهية أبو درويش. نتمنى السلامة للأخت الأسيرة المحررة والرفيقة زهية درويش. زكية حسن أبو دغيم. زينب عبد الفتاح الغنيمي. مش موجود. الأسيرة المحررة زينات المصري. يا سلمى خليل المصري. زينات المصري. تبع الزهية غدير. لا الحجة ريا وفاطمة أبو معيري. الزهية وين؟ زينات وسلمى خليل المصري. سرية الكتري. سرية أبو قدوس الكتري. وأيضا نقدم الشكر من هنا لكل من حضر هذا اللقاء من الأسيرات المحررات وعوائل الأسرى، أيضا مفوضية الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية. عاشت الذكرى 14 لرحيل الرئيس ياسر عرفات أبو عمار. جل اهتماماته قضية الأسرى، في كل خطاباته الأسرى والشهداء يذكرهم. كل تحية لسيادة الرئيس وألف روح ألف تحية وسلام لروح أبو عمار الطاهرة. لهنا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامجكم أناديكم. دمتم ودم الوطن.
امي تناديني يا موجة فؤادي يما هي حبت عيني جوا الزنزان سمعتها